اول مره تحس برجلك. انت قعدت فتره كبيره الاحساس مش موجود، احساس برجل لاول مره بعد شهور طويله احمد يحس برجليه بعد ما كان مفتقد الاحساس تماما برجليه. Lift it up. Yes. It's moving. It's, hey, my friends. It's allowed. Do it. في المرحلة دي ابتدى العلاج يعني يبقى له نتيجة ملموسة. انت اول مرة تحس برجليك. امبارح وانا قاعد بتفرج على الفيديوهات ببص اللي انا بقولها يا نهار اسود، انا جاي من بعيد قوي. قالت لي احمد ربنا، قلت لها طبعا الحمد لله، ما كنتش بصيت في الحاجات دي، ما كنتش اعرف ربنا مغرقني ازاي باللي حصل ده. لان انا بالنسبة لي امتى وفين وازاي مفهوم ايه اللي بيحصل. اول خطوة خطيتها بعد ما كنت بتمشيش خالص، الفيديو ده لما انت بعته لي على الواتساب يا احمد، كانت انا كنتش مصدقه. يعني زي ما قلت لك كان عندي يقين، انما لما شفتك يعني عارف في لحظات يمكن هي في ظاهرها مش لحظات ايمانيه، انما في باطنها تقوي ايمانك وتقوي ثقتك في الله وفي الامل وفي انه مفيش حاجة اسمها مستحيل، وإنه فرج ربك ما تعرفش ممكن يجي فين وإمتى. يعني هو فيديو صغير قوي بس عارف رفع لي أنا معنوياتي، اللي هو أنا بعد على بعد أميال منك وانت في ألمانيا. بصي بابا كان عنده دايما حاجة بيقولها لي، قال لي خلي بالك كل حاجة ليها حل غير الموت طول ما ربنا موجود. صح، كل حاجة ليها حل غير الموت. قال لي بإمكانك بقى تقعد تستسلم وتقعد في النص. قال أنا عارف إنك هتقوم. لتر يعني لترلي كان بيتكلم معايا في حاجات كأني واحد متعافي قدامه وتناقش معايا. جميل لا الإيمان باللي حواليكي فيكي بيصنع منك بني آدم أفضل بكتير. صحيح، ده حقيقي. صحيح. Focus. Looking forward. You're a tall man, Sasa. You want a break? Yes, sir. Good. Oh my God. Good. We will train this now every day, okay? That's your work. Yeah. I'm actually walking. That's your payoff. Not the pain in the knee? No. No pain in the knee? Yeah. Thank you. Alles gut? 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 اللقطة بقى اللي جاي مين صورها؟ برضو أستاذ جرجس. لا مدربين كانوا معايا، أستاذ جرجس كان موجود طبعا معايا. اليوم ده كنا جايبين ديفايس كده بيتلبس في الرجل، لأن العضلات بسبب المتلازمة دي ما فيش تجاوب خالص، فالتحميل كله على الركبة وعلى المفاصل. فاليوم ده نزلنا جبنا الديفايس ده وقلنا نجربه، ومن كتر حماس الدكاتره اللي كانوا معايا في المانيا الناس بتقفل الساعه 7 مساء ماكسيمم، يعني 11 بالليل، كنا بنحاول من الساعه 6 مساء لغايه 11 بالليل نقف. ودي الحته اللي اجي لحضرتك، ان بقول لك ليه ربنا بعت لي الناس دي. الناس دي ما كانتش بتتم شغلها، كل يوم كان في اكتر من 30 محاوله وقوف فاشله يوميا. انت بتعمل وهم معايا. لا ازهق يعني لا ازهق مين؟ دي الحياه بالنسبه لي. انا كل يوم انا بنام وبصحى وباكل وباخد الادويه عشان اجرب اقف. انت الحياه كانت متوقفه. Go.
Come on, do it. Hey. Good. Amazing. Wow. Oh. Look at that. Yeah. You got this. Good. Hey. Good job. How cool is that? على الهامش على هامش الرحلة يا أحمد حصل في حاجات طريفة حصلت وفي حاجات إنسانية حصلت. ده حقيقي. أنا عارفة إن أنت جاي محمل بتجارب كتيرة جدا وعندك نوع من الامتنان لناس وأشياء ومواقف كتيرة. زي إيه؟ في فترة علاجي في مصر بجد زي ما بقول لحضرتك اتضح ان محدش اثر معايا، انا اللي كنت مأثر مع الناس قبل اصابتي، منهم طبعا الرائع الاستاذ الوزير عمري فاروق وزير شباب الرياضه السابق ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. يوم ما فقدت حركه كان هو معايا في الاوضه، هو شخص عزيز على قلبي قوي، اجمل شخص في الدنيا بجد. ونعم. كنا قاعدين مع بعض وكنت عايز اروح التواليت وكان واقف جنبي استاذ محمد سراج برضو عضو مجلس اداره النادي الاهلي وصديق عمري، فقلت له طب اقوم اروح التواليت ونكمل. كان بيحكي لي حاجه لذيذه قوي وبتاع. جيت اقوم مفيش، فهو من ان هو عارفني وعارف مدى عندي وكده قال لي بقى بطل يا ولد بقى دلع وبتاع، وجاي يقوم يسندني وبتاع. لقيته ابتدى يدمع وبتاع، تعاملت مع الموقف جامد قوي. وهنا كانت اللحظة أصعب لحظة بقى، يعني يوم ما كنا شغالين في حملة قدرهم باختلاف، ومعلش هسترجع النقطة دي، وكنت بختار الكراسي للعرض المسرحي مع هشام وبنشوف الموردين مين اللي هجيب الكراسي، عشان طبعا احتفاليه ضخمه زي دي لازم اي كرسي يكون جديد. وبس انا كلمت نفس السبلاير يجيب لنا شخصيا كرسي، ودي كان في نفس اليوم. لا يعني في نفس اليوم اللي فقدت فيه الحركه كلمته، لان محتاج عايز اتحرك. يعني خلي بالك حياتك لو معتمده على شخص او اداء او لا، يعني الكرسي ده وحاجة إعلامية وهتفهميني، الكرسي ده مليان شموخ، مليان نجاح، مليان حب. الكرسي ده علمني كتير، الكرسي ده مليان رضا وحمد وغضب وحيرة و مليان كتير، مليان بيعلمك تحب الخير للغير. ولو انت من جواكي سويه اللي مش قادره تعمليه وتشوفيه في حد هتحبيه. يعني انا ما كنتش بتضايق لما اشوف حد حواليا بيعمل حاجه، بس كنت بقدر، كنت كل حاجه نهار اسود ده انا كنت واقف وبعمل وبسوي. ويوم البروفا الفلانيه لما كان معانا حد على كرسي وكنت بقعد معاه 5 دقايق وخلاص اقوم، لا بطل. بقول لك انا كم شهر وغرقت في شبر ميه. الناس كل من ربنا اختصه بشيء، الحركه او الذهن او البصر او الكلام ده، لا انت مش عارفه لما اقولك مش تعرفي تتوصف. فهمك يا احمد. وزي ما انت قلت، انت يبدو بسبب السن، بسبب الانشغال، بسبب العنفوان، الدنيا اخدتك جامد وكنت واخد في وشك حاطط طرف الجلابيه في سنانه وطالع اجري. يعني انت الدنيا كانت واخدك بشده